مشكلة، كتير سألني منين نقدر نشتري الخيط السميك بتاع المكرمية اللي أنا بعمل منه سجاد. أنا نزلت العتبة مخصوص بالمواصلات عشان أقدر أشرح لكم. أنا ركبت من بيتي لرمسيس، وده المسجد اللي هو الكبير في رمسيس، اسمه مسجد الفتح. مسجد الفتح على إيديكم اليمين، وهناك هتلاقوا عربية بتاعة فينوس، في عربيات هتوصلكم للعتبة، بيقولوا العتبة والحسين والأماكن دي، هتخلوهم ينزلوكم عند المطافي. هتلاقوا هناك في مبنى كبير اسمه المطافي، هتنزلوا فيه وتبتدوا تتحركوا للشارع اللي فيه أغلب محلات الخيط. ده كده المنظر أو المبنى اللي ورا ظهري بعد ما نزلت على طول من العربية. والمبنى الكبير ده هو المبنى بتاع المطافي أو الخيط، حماية أو الخدمة المدنية، مش إدارة الخدمة المدنية، حاجة مكتوب عليها حاجة زي كده. المهم انتوا بتمشوا، بتكون المطافي اهي على ايديكم اليمين، وبتمشوا لغاية لما نوصل للشارع اللي فيه الكوبري ده، أو الكوبري معدي عليه. احنا هندخل الشارع اللي عند الأتوبيس ده، ادي كده مدخل الشارع، شايفين في كوبري فوقينا، واحنا هندخل الشارع ده اللي على ايدي، هيكون على ايدي اليمين. انا هصور لكم ده المنظر ورا ظهري على طول في محل اسمه بريموس، انا مش عارفة ده بيبيع ايه بصراحة. المهم ان هديله ظهري وادخل الشارع. اول ما تخشوا الشارع هتلاقوا على ايديكم الشمال منفذ بيع للقوات المسلحه، عشان تبقوا متاكدين ان انتوا الشارع ده اللي دخلتوه هو الشارع الصح. الشارع طويل شويه بس مزعج جدا 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 جدا، فلو عندكم اي سماعه حطوها في ودنكم، لانه حقيقي هيجيلكوا صداع من الشارع. احنا كل المحلات اللي عايزينها هتكون على ايدينا اليمين. الشارع مليان محلات كتير جدا، وناس فرشه بتبيع حاجات كتير. ما ركزتش قوي مع كل الناس، بس في محلات كتير لصيانة الادوات. ادي كده بدأت محلات الخيط تبان. اول محل على طول هتقابلوه هو محل اسمه تقريبا اسمه بني هاشم. المحل ده اول ما تبتدوا هو هيبقى متخصص بس في الخيوط كلها بكل انواعها. بني هاشم على طول بعده بمحلين تقريبا عند كشك الورد الغريب ده، على طول هتلاقوا اول فرع من فروع الشركة المصرية للحبال والدبارة، وهو ده تقريبا المحل الوحيد اللي بلاقي فيه خيط المكرمية السميك. تعالوا ندخل الفرع مع بعض. ده هو الخيط، ودي الالوان اللي موجودة النهاردة وقت ما انا رحت. ده برضو نفس الخيط بس بالوان او بخامة فرنساوي او صبغة فرنساوي. ده الفرع الثاني. الفرع الثاني برضو انا بمشي بنفس في نفس الشارع، وبرضو بلاقيه على ايدي اليمين. بعديه بشويه صغيرين بقى بتلاقوا الفرع ده فرع اكبر، وفي حاجات كتير قوي معموله من الخوص وجاهزه، واسعارها بصراحه حلوه جدا. وبرضو عنده نفس خيط المكرميه السميك، ودي الالوان اللي كانت موجوده وقت ما انا رحت. وكمان عنده الخيط التاني، خيط الإيطان اللي هو مش قطن، خيط الإيطان اللي هو خامة صناعي، اللي برضو ممكن تعمله من السجاد، بس الكيلو بتاعه بصراحة كان واصل ل120 وبيغلى كل شوية، فأنا طبعا ما عملتش منه قبل كده. دي الألوان اللي كانت متوفرة وقت ما أنا رحت. وطبعا المحل بيبيع كل انواع الخيط، كل انواع الاكسسوارات، وكل الحاجات اللي انتم محتاجينها لاي كان الشغل اليدوي بتاعكم. فهو محل كويس جدا. على نفس في نفس الشارع ده برضو هتلاقوا فرعين بتوع شركة الاشراف. اول فرع جنب الفرع الاولاني، تاني فرع برضو هتسيبوا المحل وتكملوا في نفس الشارع، هتلاقوا على ايديكم اليمين في مدرسة، وفي ممر كده جنب المدرسة، هتدخلوا في اخر الممر ده هتلاقوا الفرع التاني. وكمان هتلاقوا محل اسمه الكفراوي، وبرضو ده بيبيع اكسسوارات كتير وخامات كتير لكل شغل الهاند ميد. بس في اخر الشارع ده بقى هتلاقوا الفرع التاني من بتاع الاشراف. الفرع ده عايز اقول لكم الاكسسوارات بتاعته رخيصة واسعارها حلوة قوي.
خلاص كده الجولة بتاعتنا خلصت، وكل السجاد اللي انا عملته بخيط مكرمية السميك على القناة كل الخيط بتاعه كان من الشركة المصرية للحبال والدبارة، وللأسف هم ما عندهمش توصيل الا لتجار الجملة بس، ولو حد من محافظة تانية ومش هيقدر يجي، او لو حد كمان مش عارف يوصل للمكان لانه في بلد تانية يقدر يستخدم خيط المكرمية العادي اللي احنا متعودين عليه على فتلتين، وبإذن الله هيديله نتيجة مرضية جدا. وده كانت كل الجولة بتاعتنا النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم، وأتمنى أن انتوا تنفذوا الباترونات بتاعتي. لو عجبكم الفيديو ياريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وأشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. مع السلامة.